متواجدة في هذا اليوم الجميل. بحيي مؤسسة مصر الخير مش بس على العمل الإنساني والخيري اللي هي بتعمله الحقيقة على اهتمامها بالتعليم، لأن زي ما كنا بنتكلم التعليم ده أساس تقدم الدول ومهم جدا جدا في تنمية المجتمع. فإذا كنا بننمي هذا الإنسان هو الطالب فده محل تقدير واعتزاز من كل مؤسسات الدولة لمؤسسة مصر الخير. كنت كوزارة الإدارة تعاملت مع مؤسسة مصر الخير لسه ما كنتش من حوالي شهر في ضم بعض من الطلاب دي أول دورة للصيفية للأمن لمفهوم الأمن القومي في شباب الجيل الثاني والثالث في التعامل مع حماية مصر العسكرية. الحقيقة كانوا شباب على طول وملتزمين جدا جدا، يعني أثني وأحيي أفراد اللي يشاركونا في هذه الدورة وأرجو إن هم يكونوا استفادوا من دورة